على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى حاجه جميله خالص ومفيده خالص، كلها حديد. هنعمل خبيزه. خبيزه اللي هي ايه؟ شوفي بقى، هي ورقتها دي. ها، جيب حزمتين خبيزه وحزمه سلق. الخبيزه اللي هي دي ناخد الورقه بتاعتها ونفحش الجدر بتاعها، ناخد الورقه بس. معايا بقى حزبة سلق، شوية سلق اهو. معايا كزبرة وشبت، حزمة كزبرة وحزمة شبت، طماطماية مبشورة، كزبرة دي للطش، بصلاية قطعتها قطع وتلات أربع فصوص توم، فريك بقى اللي هخلطه بالخبيزة، وعندي سمنة أو زبدة اللي أنت بتفضليه، وشوية زيت. الاول هعلق على اللحمه تتسلق. علقت على اللحمه هتتسلق عشان تاخد وقت في السوى. حطيت لها كل البهارات بتاعتها وشوحتها وسلقتها، هي جزرايه لومي بصلايه كل اي توابل عايز تحطها، حط فلفل اسمر حبهان ورق لورا جزرايه. هي سلقت اللحمه واستوت معايا عشان اخد الشوربه هنعمل منها الخبيزه. هنزل بقى بقطع الزبدة، شوية زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. معلقتين زيت ومعلقتين سمنة. تسيح بس كده وياه. انزل بقى بالبصل والتوم، تقطعي قطع يعني عادية السكينة، أو عايزة تبشروه بالمبشرة تبشروه. ياخدوا معايا بس تشويحة بس كده، مش حمر البصل يعني ولا حاجة، تدبل بس. عليها شوية ملح، الخبيزة دي جميلة، شوف دلوقتي طعمها بيبقى جميل. عايزة تخلطها بفريك، فريك ذرة ماشي، تخلطها برز، لسان عصفور، أي حاجة عايزة تخلطها بيها تديها قوام كده يعني وطعم جميل. لف كده معاك، حطيت البصل والتومه شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون. الحاجه بتطلع جميله. طماطمية مبشورة ودي اختيار، لو عايزه ما تحطلهاش طماطم ما تحطش طماطم، بس بتدي طعم جميل. الكزبره دي بقى عشان الطش، نعملها طشه زي طشه الملوخيه بالظبط. هنزل بقى هي دلوقتي هتخس دلوقتي، اغسلها طبعا وتنضفها كويس قوي، تخلي تنقعها شويه في خل، اغسليها كذا مره كده لما الميه بتاعتها تبقى نظيفه وجميله، سعرها رخيص يعني وموجوده لكتر خالص. هنخليها خضار على الاقل، هي خضار وخضار حلو وفيه. السلقة بتشيلي منه الفروع
بيبقى ليه فرع كده الجدر بتاعه، يعني اللي هو ناخد الورقة بس، ده بيخدها مزازة بقى وطعم جميل. شوية الخضار هم بقى، شبت وكزبرة، حزمة يعني شبت على كزبرة، ناخد الورق بس. لسه في، بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما تدبل كل ما هتقلي. لما تاخد شوية كده اديها شوية تانيين. لو فيها أي ورقة صفرا كده تشيليها، الورقة بتاعتها خضرا جميل جميلة وريحتها طالعة جميل. الشوربه، الشوربه دي منكهاها وعليها كل حاجه، شوربه اللحمه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوربه بط، اي شوربه بقى انت تفضلي. تستوي هنضربها بالهاند بلندر، بص ضربه كده زي الملوخيه كده خلاص اهي. اول حاجه ده بتاع السلج اللي هو الفريك اهي، هنضربها بالخلاط، هتستوي شويه هنضربها بالخلاط. كانوا بيعملوها بالمفرده جميله، بس ريحتها طالعه جميله جميلة. نحط عليها بقى ونسيبها تستوي شوية كده. هي فيها ريحة شبيهة أوي جدا في السبانخ. الله ريحتها طالعه جميل، جربوها بقى كده هتعجبكم جدا، طعمها بيبقى جميل.
تغلي بس وابطل. شايفين بقى قلت كانت مالية الحل على آخر بس تخلص يعني بقت شوية صغيرة. سهلة جدا اهي. طلع بقى فيه فريك ذرة، شوية فريك أو شوية رز، تغسلي معلقتين الرز وتضيفيهم عليك. هتاخد علبتين كده تفريك ذرة أو شوية لسان عصفور وتحمريهم وتضيفيهم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. نخليها تلف بقى تبقى جميلة، ننوع بقى في الأكل كده. الله الله، دي في الساعة بتبقى جميلة أوي. اللهم صل على النبي. عايز شوية شوربة كمان، ادينا شوية شوربة. لونها شكلها جميل وخضرة ولونها اخضر وجميل قوي. ازاي في الخضار ازاي جميلة دي، موجودة في كل مكان وبكترة كتيرة جدا الايام دي. سيبها بين الايام دي. لما نيجي بقى نضربها في الخلاط ما نعملهاش قوي، تكون حاجة خفيفة كده مربوطين كده عشان هي ما تبقاش ناعمة أوي، تبقى خشنة شوية. وطيها بقى وأسيبها شوية وأوطيها شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. كده عايز تاخد معايا اهيت، هضربها بقى في الخلاط او في الهاند بلندر بس مش قوي يعني، دفه بسيطه. وانا مش عايزاها تبقى ناعمة، هتاخد وكفرت زي يعني حاجة بسيطة كده. بس كده جميلة اهي. استنى برضو شويه ما تبقى. شايفين بقى القوام بتاعها جميل ولا الريحه اللي طالعه جميله. حط لنا بقى الثوم، معلقتين ثوم مفروم، معلقتين ثوم عمط مفرومين، معلقتين زبده ومعلقتين زيت. دي الطشه بقى زي طشه الملوخيه بالظبط، لما كنا هتعملي طشه ملوخيه. معلقة كبيرة كزبرة. معلقة
استنى بقى لما ثم تتحمر وياي. بسم الله الرحمن، تاخد لون كده، هنزل عليها بالكزبره المطحونه. بسم الله الرحمن الرحيم، ريحه طالعه جميله ما اقولكوش، لو الكاميرا بتجيب الريحه، ريحه طالعه جميله. عايزه تنزلي بقى فيها اللحمه، حطي فيها لحمه، عايزه تاكلها كده وتحمري اللحمه ده فيها، تعملي بقى شويه رز بشعريه معاها تبقى جميله. وفي ناس بتحب تغمسها بالعيش كده. يا الروائح الجميلة دي، الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، الله على الريح. شايفين قوامها؟ الله، ولا الريحة جميلة، لازم تجربها تعجبكم جدا. خطيرة، ما خدتش وقت معانا ولا حاجة، جميلة. لازم تحطوا فيها لحمه بقى، حطوا فيها لحمه، اكلها كده بقى جميله برضه. حطوا فيها لحمه اهيت، او اللحمه كمان بتبقى اللبسة بتبقى جميلة، خليها جميلة. نعرفها بقى التقديم، نعرفها بقى في طبق التقديم جميلة. بس كده خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نغرفها بقى في طبق التقديم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، خبيزة بقى عليها لحمة جميلة. لو عجبتك الوصفة بقى متنسيش تعملي لايك وشير واشتراك للقناة، جربيها جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الشيف جميلة، عاملين شطة بقى